بعيدا عن السياسة وقضايا حقوق الإنسان، نظمت الأمم المتحدة سوقا خيريا لمساعدة الأطفال المتضررين من الحروب، شاركت فيه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتميزت مشاركة المملكة العربية السعودية في جناح يعكس ثقافة وحضارة وتراث المملكة العربية السعودية، فضلا عما تميزت به من عادات وتقاليد تعكس كرم وشهامة إنسان المملكة. المعرض السعودي متميز وموقعه أيضا متميز في داخل المهرجان، في داخل الحفل هذا الكبير أو في هذا البازار، وهو يعكس أيضا ما هو جزء مما هو موجود في السعودية. فهذه رسالة أيضا للعالم بأن السعودية معروفة بالنفط ومعروفة في الحج، لكن أيضا لديهم من التراث الشعبي والمصنوعات المختلفة الأخرى يقدمها للعالم كمساهمة حضارية أيضا في هذا المهرجان. أكد الخبراء في الأمم المتحدة أن كل الجهود الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة تعمل بشكل متواصل من أجل تخفيف معاناة الأطفال في الدول الفقيرة والدول التي تتعرض شعوبها للحروب والنزاعات، مما يجعل أي مساهمة أو مشاركة ذات قيمة بهدف تحقيق أهداف إنسانية. والله هذا شيء مفرح جدا. أنا حقيقة بتجول، أول ما دخلت وجدت في وجهي الأنشطة العربية والتجمعات العربية والأكل العربي، وهذا شعور كمان أشعرنا كمان بالحنين للوطن، غير أنه نفتخر بوجوده هنا. ونشاط فعال، متواجدين بشكل قوي للأخوة العرب، وهذا شيء يثلج قلوبنا كمان، يسعدنا. وإن شاء الله أنه بيكون عاكس كمان، يعكس وجهة خير عن الثقافة والحضارة العربية. المملكة العربية السعودية عملت منذ بداية تنظيم هذا السوق الخيري على رعايته وإنجاحه، إيمانا منها بأهمية الدور الإنساني الذي يتطلب تكاتف الجهود والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في توسيع إطار عملها، خاصة في مجال المرأة والطفل الذي يعد من المجالات ذات الأولوية. بعيدا عن السياسة وحقوق الإنسان، تحتفل الأمم المتحدة بالسوق الخيري الذي يعكس ثقافات وتراث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، الأمم المتحدة، جنيف.